ضيف حلقة النهاردة، أول ضيف في البرنامج، أول ضيف أستضيفه في حياتي، شخص اشتغلت معاه، تعرفت عليه، شخص جميل جدا وعظيم جدا، والوحيد القادر إن هو يفوتنا ضرب كلنا، الأسطورة يوسف منصور. نورنا يا فندم. ميرسي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا اشتغلنا مع بعض، عملنا بروجكت كده قريب، وحضرتك حكيت لي فيه عن قصه بتتكلم عن فيلم قبضه الهلالي، وحسيت منها ان حضرتك اتظلمت شويه. لا، هو مش ظلم، مش ظلم يعني، بس كنا بنعمل حاجات حقيقيه، وبعد كده المخرج شاف انه ممكن نعمل حاجات مختلفة، فكان دايما المشكلة الفيل. ده كان مفاجأة، حضرتك ما كنتش عارف ان في فيلين؟ لا كنت عارف، بس بعترض، بس كنت لسه اول مرة اعمل فيلم، والمخرج ازاي؟ طب اقول له من فضلك انا كويس يعني، بعرف اعمل الحاجات. ممكن اضرب حوالي اربعة يعني، ليه انط فوق؟ فما كانش ليا الحق ان انا اتكلم، كان لسه اول تجربه نجم بس جديد. خلت مع الناس يعني، هو يعني حتى خصوصا الاولاد الجمال اللي بيحبوا الرياضه يعني، يقول لي يا انكل يا كابتن مثلا، طب الزلعه دي حقيقه؟ اقول له صدقني اه. قال لي اصل الفل والترابيزه. هو المخرج هو اللي طلب من حضرتك تنط؟ اه معلش، اصل زمان الوقت اللي احنا ابتدينا فيه كانت يعني احنا عندنا سرعه حلوه قوي، فاما كان مدير التصوير بيصور فجاه بنتخانق، فنضرب فوق وننزل تحت بسرعه براحة. فالكاميرا الكاميرا ما بيلحقش، فنعيد الشوط تاني لانه بيشوف جزمه دخلت فوق والراجل طار، فيعني نعيد كتير عشان ما كانش فيه غير كاميرا واحده، ويعني مش دلوقتي، دلوقتي زي الفل الحمد لله. حضرتك جربت اي نوع من انواع المخدرات الاول؟ ايه هي معنى المخدرات؟ اشوف الاوضه طيب. يعني السجاير مخدرات، اغلب الادويه مخدرات، احنا بس اللي بنبص لحاجه معينه انها وحشه، انما كل الادويه اغلبيه 80% من الادويه بتدمر الكبد والكلى، فدي تعتبر مخدرات. ماشي دكتور يوسف منصور يا جماعه. طيب حضرتك ادمنت اي حاجه قبل كده؟ تمرين غير ضرب البني ادمين وغير التمرين؟ لا انا بتمرن، عمرنا ما بنضرب حد، دي معلومه غلط عند يعني حتى التدريب، احنا هنا بيتعلموا في المدارس اول ما يخش ازاي تكسر، ازاي توجع، احنا عندنا ميثاق اللعبه مختلف شويه في الكونغ فو. اه ونوع من الكونغ فو، عشان برضو الكونغ فو دي كبيره الناس مش فاهمها، هي طريقه حياه، مش بس ان انت تعرف تنط وحاجات زي كده. بعد ما تتعلم كل حاجه تيجي عندنا تبتدي بقى ازاي ما تغضبش، ازاي حاجات كتيره جدا بتبقى شويه طريقه حياه مفيده في الجواز. طيب السؤال الاهم بعد كل ده، حضرتك راجع امتى؟ انا رجعت. في فيلم نازل؟ اه لا انا فاكر راجع مصر امتى، انا رجعت. اه لا الحمد لله على السلامه طبعا، منورنا يعني. راجع للسينما امتى؟ هو في حاجة بس لما تحصل يعني. في حاجة بتحصل دلوقتي؟ اه. طب ما اكسكلوسيف بقى و... مش اكسكلوسيف يعني، اصلي كنا من كام شهر اعلنا ان هنعمل حاجة، بس فجأة لقينا فرصة تانية جت من مجموعة من بره عايزين يعملوا موضوع جميل جدا في سيوة في مصر، لأنه ناس كتيرة حتى أنا ما كنتش أعرف إن سيوة دي تاريخ كبير جدا، دي فيها تاريخ يمكن أكتر من الأهرامات وال بالنسبة للفراعنة يعني. بس فيها أكشن؟ أكشن جديد، لأنه الموضوع طبعا ما فيش أيام زمان وهاي والحاجات دي، متهيألي المرة دي يعني هنعمل حاجة جميلة، لأن فيها سبيشال إفكتس كتيرة وحاجة بتاعتنا يعني، هتبقى يعني مصرية جديدة. أوكي، يعني ده بروجكت جاي من بره بيحصل هنا في مصر. أه حضرتك فيه؟ إن شاء الله. أنا فيه؟
يا ريت. بشكر حضرتك جدا ومتشكر. ربنا يخليك. يعني حضرتك انسان جميل ومتشكر ان حضرتك جيت لي اول ضيف في اول برنامج ليا، دي حاجه عمري ما هنساها، ومتشكر لكل الجمهور اللي حضر معانا. استنونا بعد الفرق.